طالبات الأعزاء مرحبا بكم في هذا اللقاء أو الصوتي المخصص لشرح بعض ما ورد في دروس مجزوءات أو واحدة السوسيولوجية الثقافة المبرمجة لفائدة طلبة الفصل الثالث تخصص السوسيولوجيا تم سابقا التواصل معكم عبر وضع محاضرات مكتوبة في إرهان إشارتكم على موقع الكلية قبل التحميل الآن سنمر إلى صيغة أخرى مكملة سنحاول عبرها يعني تناول ما سبق أن آه تمت كتابته بنوع من آه الشرح والتفصيل كلما كانت الحاجة الحاجة إليه وهكذا ففي آه الحصة الأولى آه تمت آه موافاتكم بالمحاور التي سنأتي على تناولها في هذا الفصل وهي مفصلة بحسب العناوين الرئيسة وكذا الفقرات آه الفرعية واجمالا فدرسنا في سوسيولوجيا الثقافه سينبني على تقديم ومناقشه ما تم طرحه ضمن محاور خطه الدرس حيث التتبع الجينيالوجي لظهور وتطور استعمال العلمي الثقافه عبر المدخلين التاريخي والتداولي ثم التوقف بعدها عند محور التحديد المفاهيمي لا من ناحيه المعرفيه ولا من ناحيه الايتيمولوجيه حيث استبيان مختلف الدلالات والاختلاف القائم بخصوص معنى الثقافه كحموله وكدلاله ثم الاختلاف المعرفي في استعمالاتها لنقوم بعدها باستحضار بعض اهم الاعمال المؤسسه للمقاربه العلميه لموضوع الثقافه لكن من داخل الحقل الانتروبولوجي باعتبار ان بدايات الموضع العلميه للثقافه كانت مع تأسيس الانتروبولوجي وسياتي تناولنا له عبر عرض متنه او مضمونه ثم مناقشه ابرز الافكار التي وردت فيه مع المرور بعد ذلك الى ابراز امثله من الموقف او الاسهام السوسيولوجي حول الثقافه طبيعه الحال في مع التراكم الذي حققه تاسيس الانثروبولوجي وبعدها سننفتح الحال على مجموعه من على مقاربه مجموعه من القضايا التي يعني تثيرها الثقافه بما هي موضوع علمي او بما هي ممارسه اجتماعيه بشك سواء بشكل عام او داخل السياق المغربي وبخصوص تتبع او تقصي التاريخي والتداول الثقافه فقد سبقت الاشاره اليه في نص الدرس على ان التناول العلمي الثقافة يصنف على كونه تخصص انثروبولوجي بامتياز سواء بقوه الاليات او بقوه يعني الاليات التحليليه او حتى الموضوع المعرفي الذي يقوم عليه تخصص الانثروبولوجي او كذلك باعتبار الأسبقية الزمنية فلذلك يصنف كل تناول علمي من قبل على أنه تخصص أنثروبولوجي بامتياز وهو ما يؤكده هو ويترجمه هو التراكم النظري والمعرفي في الموضوع من خلال الأعمال الإمبريقية الميدانية المؤسسة لبحث الأنثروبولوجي وقد سبق ذكر بعضها قد ادى هذا التعدد والتنوع في مقاربه الموضوع الثقافي من منطلقات نظريه ومنهجيه مختلفه الى تحقيق رصيد معرفي مرجعي فيما يخص المقاربه العلميه للثقافه وبعدها جاء التفكير السوسيولوجي من جانبه ليهتم بالسؤال بسؤال مساءله الفعل الثقافي بما هو فعل اجتماعي في ذاته او أي او داخل بنياته الاجتماعيه وسياقاته الثقافيه المحتضنين له بمعنى ليس كفعل مستقل ولكن في علاقه تفاعليه <applause> مع بنيته. وسياقه السوسيو العام. فكان بذلك او من خلال هذا النوع من المقاربه امكانيه الحديث عن سوسيولوجيا الثقافه كتخصص قائم علمي قائم على منطلقات فكريه ومنهجيه خاصه به. فكما سبقت الاشاره اليه ف يفضي التتبع يفضي الجينيالوجي أو التأصيل لكلمة الثقافة في بعض الحضارات إلى مجموعة من المراجع أو المعاجم التي يمكن توسلها لحصر هذه الأصول ومنها مثلا المعجم الفرنسي فهو يعتبر أن كلمة الثقافة هي قديمه التداول وان اختلفت دلالتها كما ان اصلها الجدري يعود الى الجذر اللاتيني كيلتيرا والتي كان تعني الزراعه بعد ذلك و يعني طوال الازمنه المتعاقبه تم توسيع الحموله الدلاليه لمفهوم الثقافة حيث تطورت ذلاليا ومجازيا ف حتى أصبحت بذلك مفهوما مركزيا في الفكر الإنساني ويعود سبب هذا النجاح إلى اعتماد آآ آآ مصطلح الثقافة من قبل البرجوازية الثقافية الأرستقراطية الألمانية والى استخدامها له في معارضة ارستقراطية البلاط. وفي هذا الصدد يكشف مارك اوجي ان قضية الثقافة يعني قد شهدت نوعا من الانبعاث القوي آآ بالنظر ل طبعا النزعة الثقافية الامريكية من حيوية استفادت كذلك من الزخم السياسي الذي كان الزخم السياسي الذي كان حينها بعد ذلك ناقشنا في محور التحديد المفاهيم مساله اساسيه تتعلق باهميه هذه اللحظه المنهجيه عند بناء معرفه علميه حول موضوع ما فتم التاكيد بذلك على ان بناء المفاهيم الاجتماعيه يخضع للتبدل تبعا لتغير الواقع الاجتماعي باعتبار هذه المفاهيم في معانيها ودلالتها إن هي إلا تعبير مادي ورمزي عنه يعني عن الواقع الاجتماعي وبالتالي فهي تتأثر خلال حياتها الاستعمال يمكن أن نسمي بحياة الاستعمالية للمفهوم أو الحياة الدلالية بمعنى أن هناك نوع من تفاعل الاستعمال بين المفهوم بين المفهوم واستعمالاته من جهة ثم ما يطرأ على الواقع الاجتماعي من تغير وهو ما يجعل من دلالة المفاهيم مرنة وغير قطعية غير ستاتيكية لكونها محكومة بقوة الواقع وأيضا كذلك برهانات من يقود عملية تحديد هذه المفاهيم وهنا نقصد بالضبط الذات الباحثة فأي باحث حينما يشتغل في على بناء موضوعه العلمي إنما يقوم بتحديد المفاهيم وفق رهانات خاصة لا شك توجه وتؤثر على نوع تحديد المفاهيم الذي يستدعيه أو يكتفي به أو كذلك يغيبه وصولا أو بلوغا إلى تحديد او اعتماد تحديد اجرائي حينما يبلغ به او تبلغ به الحال الى عدم الاقتناع بالعرض التعريفي الذي او العرض الدلالي الذي تعنيه المفاهيم الأساسية لبحثه وهو مطابق الحال كما قلت أن هذه الرهانات تجعل عملية تحديد المفاهيم غالبا ما يشوبها أو تتخللها عمليات الاختزال التخصصي أو حتى الإيديولوجي الإثنو مركزي أحيانا بحسب انتماءات المرجعية للباحث وكذلك كان تفصيل في ما تكتسيه عملية استدعاء تاريخ الاجتماعي المفاهيم والبحث في أصولها الاجتماعية كلحظة علمية ومنهجية حاسمة باعتبار أنها تمثل مرورا إبستيمولوجيا بالموضوع من مستوى الواقع إلى مستوى البناء العلمي وهو ما يتطلب يعني استحضار واعتبار مجموعه من الاحتياطات سواء ذات صله بطبيعه الموضوع او كذا لاحتمال تعدد حمولات المفهوم اتفاقا واختلافا مع المرجعيات الايديولوجيه للباحث او لثقافته العامة وهو ما يجعله يشتغل بالإظهار أو الإدمار لبعض المعاني أو درجة ما تتقاطعه نظريا فكريا مع يعني الأحكام القيمية العامة التي تؤطر المرجعيه التنشئويه للباحث ومن هذا المنطلق السؤال المفاهيمي في اي عمل علمي يعتبر تطبيقا لشرط الفرز الدقيق للقيم المعياريه والخصائص الوصفيه كما يؤكد على ذلك دونيكوش بمعنى انه حينما نقوم بتحديد المفاهيم انما نكون بالاضافه الى سعينا الى الكشف عن دلالاتها المتعدده والموافقه لسياق الدرس فاننا نقوم بنوع من الفرز او التطهير الذي يعني يبعد كل ما من شانه ان يجعل الغموض يعني يطالوا الاستعمال او القيمة الاستعمالية للمفهوم الذي يقوم عليه المفهوم الاساسي الذي يقوم عليه البحث خاصة في صلة مع الواقع المبحوث بلوغا او وصولا الى مدى كفاية ما تم يعني تحصيله من دلالات متعدده وفي حالة يعني عدم الاقتناع يتم اللجوء او توسل التحديد الاجرائي الذي يبقى بمثابة بناء جديد ومؤقت خاص بالباحث حول مفاهيمه داخل عمله العلمي ولعل بطبيعة الحال هذا جعلنا نصل الى ملاحظة مؤداها أن مفهوم الثقافة وكذا ما يتولد عنها من مفاهيم ملحقة يبقى واحدة من الأمثلة التي يسري عليها ما تقدم ذكر حيث خضع هذا المفهوم في سيرورة بناء حمولته العلمية لعدد من المراحل تأثرت كل واحدة منها بما كان يتسم به السياق السوسيو ثقافي الحاضر للنشاط العلمي المنشغل بالسؤال الثقافي وكما تم توضيحه في المحاور بعد فإذا الخلاصة الأولى هو أن بناء البناء المفاهيمي الثقافة قد عرف نوعا من التطور تطور يعني متساوق مع مختلف يعني التغيرات والتحولات السوسيو ثقافيه او الاقتصاديه او السياسيه التي طبعت كل مجتمع لحده وخلال كل فترة معينة، وتبين معنا كذلك قيمة حضور المفهوم الثقافي داخل بعض يعني المجتمعات سواء منها الانجليزي أو الفرنسي أو الألماني ورأينا كيف أن هذه الأهمية يعني تتزايد أو تتقلص بحسب بحسب خصوصية يعني المجتمع ودرجة يعني عناية نخبته بالجانب الثقافي داخليا ويفضي كما سبق تفصيله هذا هذا الامر الى تسجيل نوع من الطلب الكبير على مفهوم الثقافه ترجم في ذلك التداول الواسع والمركب لدلالته وقد أدى هذا الطلب الكبير وإمكانية أن يحتوي ويستغرق هذا المفهوم دلالات أخرى إضافية وبشكل مرن جعل جعله هذا يعني يتطور دلاليا واحيانا الى حد الى حد التناقض كما سبق وتوضيحه في بعض المحاور وقد جعلت المعاني المختلفه للثقافه تجسيدا واستعمال الحاجه المعرفة اليه ان اصبح مفهوما مركزيا ومرجعيا في الفكر الانساني والواضح كذلك كخلاصه ثانيه ان تعريف الثقافه لم يكن مكتفيا بذاتها بل ان تدخلا واضحا لعناصر غير ثقافيه كان مؤثرا في تنويع معناها ونذكر بشكل خاص تاثير السياسه والاقتصاد والدين وكذا الجغرافيا وفي المحور الخاص بالبناء الانتروبو سوسيولوجي لمفهوم الثقافه يعني لاحظنا الصعوبات التي اعترضت الباحثين في اشتخاالهم المعرفي على السؤال الثقافي وكيف يؤثر او اثر المنطق العلمي للحق المعرفي الخاص بالباحث على خلاصات دراسته حول الثقافه بل و سنشهد قيام هذا الاختلاف حتى بين الباحثين من نفس التخصص اي حتى الباحثين من تخصص الانثروبولوجيا قام بينهم الاختلاف حول مفهوم الثقافه يعني لم ينعقد التواضع حول دلالاته كذلك في السوسيولوجيا وهذا كله يعني يؤكد مساله يعني تفاعل وانفعال مفهوم ثقافه دلاليا مع ما تعرفه الفترات الزمنية من أحداث وتحولات. ورغم ذلك فقد ساهم هذا الإختلاف بل وحتى درجة التضارب والتناقض في توفير يعني في إغناء وتوفير مقاربات علمي حول الثقافة عززت أهميتها المعرفية والتحليلية لدى الباحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية بمعنى أن هذا الإختلاف لم يكن إلا ليفيد في تحقيق تراكم علمي ساهم في تنويع العرض المعرفي والتحليلي بخصوص مفهوم الثقافه داخل العلوم الانسانيه والاجتماعيه وهي الاطروحات الكبرى التي تم التطرق يعني لابرزها في المحورين الانثروبولوجي والسوسيولوجي حول الثقافه كما ان ما زاد من تاكيد اهميه الثقافه كاشتغال علمي هو انها مكنت من توليد مجموعة من المفاهيم الاضافية التي تلامس جوانب عينها وذلك بالنظر الى ان الحاجة قد قامت اليها تبعا التطور التاريخي والتحول الاقتصادي المجتمعي يعني الداخلي او والعالمي بالاضافه الى يعني التقدم التكنولوجي و ميلاد ونشاط خطابات هوياتيه مغلفه بالغطاء العلمي ولكنها تستبطن نزعات صراع عرقيه وقيميه وهذه مؤشرات إضافية يمكن اعتبارها مؤكدة على الأهمية المعرفية للموضوع الثقافي سوسيولوجيا في تفاعل مع الإنتاج العلمي حولها في مختلف الحقول العلمية خصوصا لتحقيق التكامل معه بالنسبة للثقافة فمن بين الجوانب أو المداخل الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في مقاربتها هناك مدخل التمثلات الاجتماعية هذه التمثلات الاجتماعية هي تعمل على تمكين الأفراد من بناء إدراك ومعنى معين لحياتهم الاجتماعية يمكنهم من العيش والتفاعل مع واقعهم الاجتماعي وفقا لتوجيهات مبنية مسبقا تؤطر سلوكاتهم وحتى مواقفهم ويعود أول استعمال فهم التمثلات الجمعية إلى إيميل دوركيم حينما يعتبر الدين والمعتقدات واللغة والعلم والأسطورة هي تمثلات جمعية واجتماعية متعالية عن التمثل الفردي أو كما ذهب إلى ذلك سيرج موسكوفيتشي على أن هذه التمثلات هي تقوم اعتمادا على تفاعلات تتأثر بالقيم والمعايير الاجتماعية السائدة داخل المجموعة ووفقا لها يتحدد مضمون وشكل التمثل الاجتماعي ولقد عرفت التمثلات الاجتماعية عديد من التعاريف من قبل الباحثين في حق العلوم الاجتماعية سواء في علم النفس الإجتماعي والأنثروبولوجيا وعلم الإجتماع من أمثال بطبيعة من الحال أبرزهم دينيس جودليت موسكوفيتشي سيرج وباسكال مولينير ويمكن القول أنها تتفق إلى حد ما عند تعريف التمثلات الإجتماعية على أنها ذلك الجمع الثقافي المنظم من المعارف والإتجاهات والقيم والممارسات المنتجة والموجهة والموجهة مجتمعيا في التاريخ والحاضر حول موضوع ما للعالم وهنا يفرض السؤال نفسه حول الذي الس... ما الذي يجعل الافراد والجماعات يتمثلون ثقافه بعينها على نحو ما وليس ثقافه اخرى وعلى نحو اخر ثم كيف ينبني هذا التمثل الاجتماعي للثقافه وكيف يتحقق. في هذا الصدد وحول هذين الاستفهامين يمكن القول على ان عموما على ان التمثلات الاجتماعيه ان هي الا ذلك التعبير الذهني أحيانا حتى المادي لمضامن المصدر الثقافي في سلوك الناس. فتبعا لمقتضيات الثقافة السائدة بشكل عام أو التي يعتقدها بعض الأفراد بشكل خاص، يقوم وينهض التمثل الاجتماعي الأفراد والجماعات، لكنه ليس بالضرورة على مستوى واحد وبكيفية متطابقة تماما بين الجميع. ما يعني أن هناك ثمة أو بعض الآليات التي تتدخل في قيام تمثل اجتماعي ما حول ثقافتهما كما تتدخل في توحيده او في اختلافه وهو ما يؤكد ويدل على ان التمثل الجمعي الاجتماعي عفوا ليس شيئاً اخر غير الثقافة الخاصة بأفراد ما يختلف ليس فقط بين المجتمعات بل ويمكن ذلك كذلك حتى داخل المجتمع الواحد وهو قد يولد حينها حينما يتحقق او يقوم هذا الاختلاف قد يولد حاله من الصراع داخل المجتمع او على الاقل يستوجب تدخل لحسن تدبيره. لذلك فوحدة المصدر الثقافي للتمثل الاجتماعي او مشاركته بشكل عام لا يلغي بعض الاختيارات الشخصيه للافراد. بمعنى أن رغم هذا التمثل الاجتماعي للثقافة فيحتفظ الأفراد باختيارات شخصية تكتسي أهمية وظيفية بالنسبة لهم فيما يهم تسيير شؤون حياتهم أو حتى بالنسبة أو في علاقة مع المجتمع ككل حينما تلعب دور الحفاظ على تماسك مكوناته علائقيا أو يعني فيما بينهم او في ما قد يعني يردهم من الخارج ما دام ان اهم خاصيه للتمثل الاجتماعي هي انتاج معارف فهم الواقع والمحيط وتوجيه السلوك وفقها بعد هذا كان لنا اللقاء دائما في اطار محور تحديد المفاهيم كان لنا اللقاء مع او عند عنصر اخر عنصر الثالث ضمن المفاهيم المقترحه ويهم الهويه الثقافيه والمثقفه وفيه اكتشفنا كيف أن اصطلاح الهوية الثقافية يحيل بشكل عام على مجموعة من الخصائص الثقافية الدالة على الانتماء والتميز كما هي قائمة داخل بناء اجتماعي ما ثم رأينا كيف أنه يصعب الحديث عن الهوية خارج بعض العناصر التي تقوم بحددات إجرائية أصيلة مقابلة أخرى تتفاوت في المكان وعبر الزمن بأن يعني الهوية يمكن ان تقوم على عناصر تبلغ مقام المحدد الاصيل لكنها لا تلغي وجود محددات اخرى يمكن ان تختلف او تتباين قيمتها في تشكيل وبناء الهويه بحسب المكان او الزمان وعلى هذا الاساس آه كان بين الخطاب آه الهوياتي يقوم على آه ابراز الخصائص التي آه او المكونات الثابته آه انجاز التعبير التي تقوم عليها الهويه الثقافيه وما تمتاز به عن غيرها بمعنى بما ليس فيها كذلك ان الهويه الهويه او الهويه الثقافيه هي تتحدد بما فيها وبما ليس فيها يعني قياسا ومقارنة مع ما يختص به الآخر ويمكن إجراء اعتماده في تعريف أو تحديد أه أه الهوية على أساس أنه هو ينبغي الحذر أه من السقوط في أه في إطار الخطاب الهوياتي أه في ضمن أو في أطروحات ترويجية للإمتياز العرقي أو الإثنومركزي، كما يجد له مجموعة من الأمثلة التي تشرعن إيديولوجيا الإستلاب والإستحواذ. وقد فصلنا في هذا الحال في بمجموعة من الأمثلة، على أساس أنه ينبغي الحذر من أن إصطلاح الهوية ورغم ما يبديه من شفافية فهو يتصف بغموض دلالي ربما بنفس الكمية أو القدر الذي يعلن أو يقدم نفسه مساهما في الإيضاح والتبسيط والفرز والتمييز فالهوية بنفس المستوى الذي تبين أو توضح أو تظهر مكوناتها فهي تخفي و تساهم في غموض باقي المكونات الأخرى ما يجعل معناها أو دلالتها تبقى منفلتة وهي المهمة التي استدعت تدخلات تخصصات العلوم الاجتماعيه كل من موقعها للدلوي في هذا الاطار يعني في افقي توفير ما يمكن اعتباره معرفه علميه حول الهويه قابله لان أه تستعمل بنوع من التجرد ويعني أه البعد عن ما يمكن ان يؤدي الى استعمالها بدون وعي وخارج أه يعني الاعتبارات او الحمولات الدلالية التي يقصد بها ويكاد يجمل الباحثون في هذا الاطار على ان بدايه الظهور العلمي الاجتماعي المفهوم النوويه كان من داخل الحقل او حقل علم النفس الاجتماعي وهو ما لا يلغي ان حقول معرفة اخرى يعني كل العلم النفس الانثروبولوجيا الفلسفه والمنطق والرياضيات من جانبها قد سبق وان تطرقت للموضوع وفي سياق البحث أو الكشف الإيتيمولوجي عن مصطلح الهوية نجد أن بعض الباحثين اعتبروا أنه ظهر في القرن 14 في اللغة الفرنسية بينما يعود الجذر الشتاقي لرفض الهوية إيدونتي إلى الاسم إلى الاسم اللاتيني إيدونتيتاس والذي من حال الحال أخذ بدوره من اللاتينية الكلاسيكية إيديم الذي يعني يفيد نفس الشيء وسوسيولوجيا يطرح بعض الباحثين مفهوم الهويه ضمن اشكاليه العلاقه بين فرد ومجموعه حيث بعد عمل التنشئه الاجتماعيه تقوم الهويه الفرديه ويمكن ان نستحضر هنا مفهوم الانوميه لدى دوركيم لوصف بعض الحالات التي قد تكون عليها مجموعات هامشيه داخل مجتمع ما وكذلك يمكن أن نستدعي مفهوما أو تعبيرا آخر لدى بورديو يتعلق بما يسميه باحتياط الهوية والذي يختزن ما يعلي أو يدني قيم الفرد ومقابل ذلك نصادف أو نسجل نوعا من التجاهل الواضح من القواميس السوسيولوجية المختصة خاصة منها المرجعية في توضيح او الاشتغال على مفهوم الهوية. وهكذا يمكن القول على أن الهوية الثقافية تبقى هي مجموع المكونات الخاصة بثقافة مجتمع مجموعة إثنية ما. منها مثلا على سبيل المثال اللغة والدين والعادات والفنون كسمات يستعان بها لتحديد انتماء فرد ما لمجموعة ما وتعريفه وتمييزه بها على أساسها بمعنى كخلاصة كأبرز الخلاصات التي يمكن الخروج بها في هذا الجانب هو أن المصطلح الهوية يتحدد أكثر بما ليس فيه قياسا بما فيه ثانيا أنه أن الخطاب الهوياتي المشتغل على الفكرة الهوياتية قد يسقط, يسقط أحيانا في الترويج لبعض الإيديولوجيات العرقية والإثنومركزية وما يستدعي بحثا ويعني نوعا من اليقظة والحذر بخصوص بنيته الفكرية كذلك من بين الخلاصه الاخرى هو هي ان يعني الاشتغال العلمي حول موضوع الهويه قد عرف بدايته في حقل علم النفس الاجتماعي رغم كوني مجموعه من التخصصات من تخصصات العلوم الاجتماعيه الاخرى قد يعني اهتمت بالموضوع من جانبها الا ان الا ان يعني علم في اطار علم النفس الاجتماعي نجد تراكما وتقدما في واهتماما اكبر في يعني جعله موضوعا او مفهوما مركزيا ضمن هذا الحقل اما من الناحيه السوسيولوجيه كخلاصه اخيره لما يعني بلغناه هو ان هناك مجموعه من يعني الباحثين الذين عملوا على مقاربة أو طرح مفهوم الهوية ضمن إشكالية العلاقة بين بين فرد ما ومجموعة ما وطرح يعني استحضرنا في هذا الإطار <تصفيق> <تصفيق> إسهام أو مفهوم كل من دوركايم وبيير بورديو مع تسجيل كيف أن القواميس السوسيولوجية المختصة يعني غيبت او تجاهلت بشكل يعني واضح التعرض لهذا المفهوم ربما لاعتبارات مرتبطه يعني به كحمولات اكثر منه يعني موقف علمي يعني سلبي وفي الاخير يعني انتهينا الى اعتبار أن الهوية الثقافية تقوم على الاستناد على مجموعة من العناصر التي من شأنها أن تكون معينة أو مميزة لهوية ثقافة مجموعة إثنية ما وذكرنا على سبيل المثال عصر اللغة والدين والعادات والفنون باعتبار أنها كلها من بين المداخل التي يمكن يعني استحضارها لاعتبارها كخصائص هوياتية وهو ما حدده كذلك من جانب ليفي وكذلك الان توران فيما بعد آآ آآ بعد ذلك كان آآ آآ يعني التعرض لمفهوم المثاقفه هذا المفهوم الاصل الامريكي حيث راينا كيف انه تم استعارته من حق الدراسة الاوروبولوجيه خلال القرن 19 وان معناه من خلال مجموعه من الدراسات ذات الصله يعني تلك الاليات التعلميه والتنشئويه التي تجعل افرادا ما يندمجون في ثقافه هي اجنبيه بالنسبه اليهم بشكل عام تلك كل السيرورات والتغيرات الناجمة عن الاتصال والتفاعل المتبادل بين مجموعات إثنية مختلفة ووقفنا عند تعريف روجي باستيد للمثقفة وبأنها عموما دراسة أو حالة تداخل حضارتين ثقافيتين أو أكثر وأنها مفهوم أساسي في الدراسات الأنتروبولوجية التي تعنى بشكل أدق بالإتصال أو التماس الثقافي. وفي هذا الإطار ذكرنا أو عرضنا لتعريف التعريف التاريخي للمثقفة لدى كل من ريدفيلد ولينتون ويرسكوفيتش في عريضتهم الشهيرة بإعتبارها مجموعة، مجموع الظواهر الناجمة عن الإتصال المباشر والمستمر بين مجموعة من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة، وكذا التغيرات الظاهرة في الثقافة الأصلية لإحدى المجموعات أو للمجموعة بعد ذلك، وانطلاقا منها أو تأسيسا على هذا التعريف، نجد هيرسكوفيتش قد عمل على تصويبه فيما يخص جزيئه شرط الاتصال المباشر والمستمر تحقق المثاقفة اذ يمكن ان تقوم حتى عبر اتصال غير المستمر لانه يعني اذا كان تعريف السابق الثلاثي الشهير قد ركز على الاتصال المباشر كشرط كوفيت اعتبر بانه حتى مع الاتصال غير المستمر يمكن ان تتحقق هذه وقد قدم لذلك مثالا عن الحملات التجاريه البحريه بين الجزر كمصدر للتحولات الثقافيه مؤكدا على بذلك على طابع الديناميه كخاصيه ثقافيه يمكن أن تقيم لنا حالة المثاقفة وفي سياق التوسع الحضاري الغربي قاد مجموعة من باحثي أنثروبولوجيا المثقفة مجموعة من الأبحاث تركزت حول تحليل طريقة ومستوى استقبال بعض المجموعات الإثنية خاصة منها الأقليات المهاجرة والشعوب المستعمرة للثقافة الغربية المحتلة حيث قام منظر هذا الاتجاه بالاهتمام بدراسة ما اسموه بآلية الاقتحام الثقافي سواء هو في طور ذلك أي في طور هذا الاقتحام أو بعد ذلك من خلال تحقيقه لهيمنته التامة يعني هناك دراسات أنثروبولوجية تتبعت منطق اشتغال الاقتحام الثقافي والآليات المعتمدة في ذلك سواء هو في <applause> هو في عمق اقتحامه الثقافي او بعد انتهائه من هذا الاقتحام وسيطرته التامه على الثقافه التي استقبلت اقتحامه وهكذا نجد مثلا في هذا الجانب كيف أن فرانس بواس يعتبر أن هذه المجموعة المستقبلة لهذا الاقتحام الثقافي وأيضا باستيد يعتبر أن المجموعة المستقبلة لا تستقبل أو يعني تخضع كلها ومن اول تدخل لهيمنة وسيطرة الثقافة المقتحمة وإنما تعمل هذه المجموعة المستقبل أو المقتحمة ثقافيا بانتقاء واختيار ما تحتاجه ويناسب بيتها الثقافي بتعبير هيرسكوفيتش أو يتقاطع ويتوافق مع نظامها نظام قيمها الثقافية بتعبير باستيت حيث كما قلت يعتبر فرانس بواس أن هذه المجموعة تقوم بعملية بنوع من النمذجة لتلك الصفة أو الصفات الثقافية المنتشرة مع معاييرها الخاصة أي التبيئة جعلها مقبولة ومشروعة محليا وهو ما يكسب نوع من المصادقة العملية على موضوعها بل ان جورج بالوندي يعتبر ان هذا الانتقاء في حاله الاقتحام القسري والعنيف يبقى محدودا و يعني الى اقصى الحدود يعني هناك نوع من المقاومه لرد هذا الاقتحام الثقافي من الثقافه المركزيه كذلك استحضرنا في هذا السياق موقف الجابري حول المثقفه حينما اعتبرها ان اعتبر انها اختراق ثقافي يستهدف الادراك اساسا يعني هنا دائما في اطار بحث او تتبع منطق اشتغال هذه المنطقة فكيف تشتغل عمليا ووفق أية آليات بالنسبة لجبري يعتبر أن المثقفة أول ما تهدفه كاختراق هو الإدراك حيث أنها تعمل على الاستحواذ على هذا الإدراك بآليات مختلفة الغاية من ذلك هو تكييف هذا الإدراك مع نظام القيم الجديد جاري فالامر ليس في الواقع سوى نوع من الاتصال غير المتوازن بين ثقافتين من الثقافه هو اتصال حسب الجاب واتصال غير متوازن بين ثقافتين حيث تفقد الثقافه المه... تفقد الثقافه المهيمنه الثقافه المهيمن عليها اسباب وجودها بمعنى التاريخ او اللغه يعني انها تستلب لغتها تستلب ثقافتها قيمها بل وحتى تاريخها تقتحمه وهنا بطبيعه الحال يمكن استحضار التجارب الكولونياليه في هذا الصدد كأبلغي مثال طيب الحال بعد هذه الهيمنة الثقافية التي تسلب وجود الثقافة المهيمن عليها تقع هذه الثقافة المهيمن عليها في حالة أو وضع الضعف القدرة على الاستمرار ما يكسب الثقافة المركزية المستحوذة أو المهيمنة يعني سيطرتها على أفرادها وبعد هذا التفصيل تم يعني وضع او اقتراح مجموعة من النصوص المؤسسة او المرجعية التي يمكن من خلالها إضافة يعني إضافة يعني أفكار أو حتى أمثلة وشروحات حول الجانب المفاهيمي وكذا جانب وكذا ما يتصل عملية المثقفه كسيرورات يعني كاليات عمل او كسيرورات وكان النص بير بورديو احد هذه النصوص لياتي بعد ذلك العنصر الرابع الخاص بالتغير الثقافي الذي تعرضنا له عبر بناء او استحضار التمايز الذي اقامه هيرسكوفيتش بين التثاقف والتغير الثقافي وكيف انه يمكن القول على ان التغير الثقافي او التغير السوسيو ثقافي هو ايضا استجابه او جواب لحاجيات اساسيه او ثانويه مستجده لافراد جماعه ما هذه الحاجيات التي يمكن ان تظهر بعد عجز مكونات من الثقافه القائمه على الاستجابه لها او تلبيتها واحيانا يمكن لهذه الحاجيات ان تقوم عائقا امام حاجيات هذه الحاجيات الثانوية يمكن أن تقوم كعائق أمام حاجيات أكثر أهمية أو مستجدة لدى الأفراد وهنا يأتي التغير الثقافي هذه الحاجيات بطبيعة التي قد تشمل الأخلاق أو نمط العيش أو قواعد عرفية أو العادات التقنية بمعنى أنه حينما يصيب العجز عن تلبية الحاجات العملية للأفراد يقع نوع من التغيير الثقافي في هذه الجوانب أي جوانب الأخلاق أو القواعد العرفية أو العادات التقنية وهنا يأتي تغيير المجتمع لها لدواعي كما يقول ألفريد فيبر وهو بطبيعة الحال أخ ماكس فيبر كالظروف التاريخية والجغرافية أو بسبب اتجاهات غريزية جمعية خلال أحداث مصيرية تواجهها الجماعة ويمكن في هذا الصدد الا آآ آآ يعني ندير ظهرنا لسياق الجائحه الذي نعيشه كحدث غير مسبوق ومصيري يمكن ان يكون يعني خير مثال على التغير الثقافي الذي يمكن ان تشهده الثقافه المغربيه فهذه جائحه جاءت بمتطلبات جديده ربما آآ آآ يعني الـ 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 العناصر القائمة قد تكون في وضع العجز عن تربيتها وهو ما سيفضي الى تغير ثقافي محتمل وفي هذا الصدد يعني كان المرور عند يعني اسهام راد فلينتون حول ما يسميه بتطبيق جديد للمعرفه الذي بامكانه احداث تغيير جوهري في بعض مقتضيات الثقافه العامه للجماعه وهناك ايضا الانتشار كاحد العوامل المسببه لتغيير السوسيو ثقافي حينما تلتقي ثقافة مع عناصر ثقافية غير مألوفة فتعمل على الأخذ بها وفق المنطق الانتقائي الذي سبق لنا أن رأيناه مع باستيد وغيره سابقا وفي هذا الصدد حول التغيير الثقافي كان يعني من المفيد أن أقترح أن يقترح عليكم نص حول التغير الثقافي يخص إيرسكوفيتش وهو مقتطف من مؤلف الهام حول اسس الأنتروبولوجيا الثقافيه والذي فيه يفصل عوامل التغير الثقافي التي سبق ذكرها بعد هذا سياتي يعني تسجيل اخر صوتي اخر على غرار الحالي سنحاول فيه التعرض للثقافة كما حضرت في تأسيس الأنتروبولوجي مع إدوارد تايلور ومفهومه العالمي الثقافة وبعده فرانس بواس والمفهوم الذاتي للثقافة سنقارن بينهما ثم بعدهما سنعرج على إسهام برونيسلاف مالينوفيتسكي من خلال تحليله الوظيفي الثقافة ثم روث بينيديكت والأنماط الثقافية انتهاء إلى الأطر الاجتماعية المثقفة مع روجي باستيد لاحقا شكرا لكم